معي شواربك عمي نعمان، بدنا خبر عن الجماعة بأسرع وقت. هلا بس خلص ترويقة رح بروح براسي وجيب لك الخبر الشافي يا معلم حمزة. إن شاء الله شو في وراكم يا معلم حمزة؟ كسبانينكم أنتوا وحسن الغيلة. الله يعزك الله يعزك، بس مشاغلنا بالشام لفوراتنا والله. ولك يا خيي بخلص العمر وما بتخلص المشاغل. الله يعزك يا عمي، المهم توصل الأمانة للجماعة بأسرع وقت بإذن الله. السلام عليكم. طبعاً طالب شو فيها شباب؟ ما بعرف ليه خواجة لو حدا يفهمني لك شو القصة؟ مين؟ عملت فيني يا طلال، عملت فيني يا واطي. نزل ايدي ولك، ما رح نزل ايدي، ما رح نزل ايدي. ولك شو شفت منه للجماعة؟ ولك سودت وشي معهم، سودت وشي معهم. ولك شو شفت منه لأبو طالب؟ ولك بنت شريفة بنت عالم وناس بترميها هالرمية، ولك بتتركها هالشكلة. أبو العباس اسمعني، اسمعني ولا تكسرني أكثر ما اللي مكسور. ما بدي اسمعك، ولك ما بدي اسمعك. الله لا يوفقك، الله لا يوفقك يا طلال. سودت وشي ولك اخذ بنت من بنات عيال الشام، ولك شو شفت منه للجماعة؟ بشو ازوك؟ شو الشي اللي ضروك فيه لحتى تعمل معهم هالعملة الخايسة؟ سودت وشي، الله لا يوفقك، سودت وشي، الله لا يوفقك. كم شعب الله، اسمعني اسمعني بقى ابو العباس، اسمعني. شو عم تحكي انت طلال؟ لك شو الحكي اللي عم تقوله؟ ان شاء الله تكون ارتحت ابو العباس. طلال بركي بقصة كانت. طب شان الله انقص لك، انا قصة يا ابو العباس، لك شغلة بتعيب كرامتي، بتعيب رجوليتي، هي بتعيبني انا. ولك انت مو صاحبي ورفيقي، ليش ما جيت وحكيت لي؟ لكننا لقينا حل. حل ابو العباس؟ الحل الوحيد اني اخلي من الحاره، لانه طلعت مالي رجال. ايه مالي رجال ابو العباس. اوعى يا طلال، هذا الحديث ما بدي اسمعه منك مره تانية. انت رجال وسيد الرجال، عم تفهم علي؟ رجال وسيد الرجال. ايه ايه عم بفهم عليك، انا رجال. ايه يا ابو العباس، ايه لك اخ يا ابو العباس، اخ لك اخ. خذي من ايدي، خذي من ايدي، مال الشام يا ابو طهريني. ولي على ابو
لهون؟ ليش اجى لهون هلا؟ ان شاء الله قالوا لي ليش جبتوا لهون؟ لك ما بدي اياه، لك ما بدي اياه، فهموني لك خلصوني منه، لك ما بدي اياه، لك اطلع لبرا، طلعوا لبرا. صوت بنتك وصل لأرض ديار، إذا ما بدك تسكت لفوت كسرها. خلص دكتور قلبي، والله ما عاد تسمع صوتها مرة تانية. قليلة اللي فيني بيكفيني، ولا بفوت حناك بخلعه. خلص تقبرني، طول بالك، والله ما عاد تطلع صوتها مرة تانية. أنا وإخواتها حواليها ما رح نتركها، خلص اتطمن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلص تقبرني، خلص اتكل على الله. شو السبب اللي غطب هالغطة هاي بلا احم ولا دستور؟ لك مزبوط، بكره بدوب الثلج ببين المرج، بنحن بالسيل من طقطقنا. سلام عليكم يا اخي، في سر كبير لروحته ورجعته على الشكل هاي. يا جماعه ابو سميح عم يحكي دره. شو هالحكي يا طلال؟ شو اللي عم اسمعه منك؟ هي الحقيقه عمي ابو طالب. هي بدل ما تجي لعندي وتحكي معي من راسك لراسي، عدم المؤاخذة، شو كنت بدك تساوي؟ هذا الموضوع مو بإيدك ولا بإيد حرمتك، هذا الموضوع بإيد رب العالمين. يا عمي أبو طالب، أنت كنت بدك تجبر حرمتي تبقى عندي. أكيد، وأنا هذا الشيء مهين علي بنوب. شي شنو يا عمي أبو طالب؟ ما بصير أحرم حرمتي من الخلفة، وخصوص إنه العيب فيني أنا. شو عرفك إنه العيب فيك؟ عرفت. كيف عرفت؟ عرفت عمي أبو طالب، عرفت. لك كيف عرفت؟ قلي. أنا ما تركت لا طبيب ولا حكيم إلا ما رحت لعنده وسألته، وكلياتهم اجتمعوا على نفس الحكي، وكلهم قالوا إنه أنا مالي رجال ما بجيب أولاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمي طلال، ولا تقنطوا من رحمة الله. ونعمة بالله عمي أبو طالب، ونعمة بالله. بس ورحمة الغوالي، لو عرفان إنه أنت بدك ترجع الحرمة لعندك على البيت، تتركني أنا أروح بحال سبيلي، فلا بختي خطوة برات الحارة. بس برجع وبقلك، أنا ما بقبل حرمتي تبقى بلا خلفة، ما بقبل بهذا الشيء بنوب ولو كان على موتي. بس يا عمي طلال، كان لازم، مو بس لازم، كان المفروض ناخد رأي صاحبة الشأن، هي اللي بتحدد إنه تبقى معك أو لا. وبحال بقيت معي أنا رح كون عم بظلمها، وهذا الشيء ما بيهون علي بنوب. لذلك قررت أهرب من الحارة. قلت لحالي بغبلي شهر، شهرين، سنة، لك عمر، وبعدين بدها تتزوج والله بيخلف عليها. بس أنا يا عمي أبو طالب، أنا الله هيك كاتب لي، وأنا رضيان بحكمه الحمد لله. مع أنه ليك، الله وكيلك، الله وكيلك، مستعد موت موت وعيش ميت موتة، بس كرمال ولدي يجي نادي لي يابي. وهلأ شو العمل؟ العمل عمي أبو طالب، أنا لازم أرمي يمين الطلاق على بنتكم. اسمع يا طلال،
إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. إيه بس للضرورة أحكام، والله عز وجل سن الطلاق. وإذا رأي البنت غير هيك؟ بنت أكارم الشام وأطهار الأنوات وبنت سيد رجال لازم ما تقبل. يعني محلولة إذا البنت وافقت تبقى معك. عمي أبو طالب أنا ما بقبل، شنو بظلمها وحرام بالشرع والدين. الله عز وجل بكتابه العزيز قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كمل الآية الكريمة. والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وجايز البنت بدها الباقيات الصالحات صح؟ بوس إيدك يا عمي أبو طالب، بوس إيدك تريحني، شيل هالجبل من صدري، خليني أرمي 100 طلع على بنتكم وخلاص. احكي لك كلمة يا عمي حمزة. لا إله إلا الله. اسمع خلاص أنا يا ميت أهلين وسهلين. قولي مهلي مرت عمي. يا أهلين. الله يعلم يا صهري إنه برجعتك لأن سالم غانم نورت الحارة والبيت، وخاصة بنتي مال الشام. يا والله ما عطي فرحتها لحدا برجعتك إلها سالم غانم. إيه والله يا ميت أهلين وسهلين، خير إن شاء الله. ليش هيك عم تصفلوا بعضكم البعض؟ عم طالب؟ نعم. تركينا شوي الله يرضى عليك. يوه بدكم ما تواخذوني يعني، لازم تكون ضحكة كل واحد فيكم قد الشبر. اللهم طولك يا روح. طيب خير، شو صاير معكم؟ شو في؟ تركينا شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرت عمي معيتك تركينا شوي. طيب ماشي مثل ما بدكم، خير إن شاء الله خير. يو شو واقف هون عم تعملي؟ وين؟ ليه ما طلع؟ العشاء صار جاهز يا عم. هاي العشاء صار جاهز وينه؟ باين في امر شاغله. يعني شو ممكن يكون شاغله؟ الله اعلم. معقول يكون خجلان بغيبته؟ يمكن. يمكن بده يعني انا ناديله، انا حنادي. لا يو تعالي لك امي تعالي. ابوكي معصب. معصب؟ ايه. من شو معصب؟ المفروض يكون فرحان. عمي طلال ممكن اطلب منك طلاق؟ انت بتأمر امر عمي ابو طالب. اعطيني مهله يومين ثلاثه. يا عمي ابو طالب اذا لسه بدك يعني روح عند حكمه واطباء، فانا حفيت وانا عم دور عليهم وكلهم قالوا لي نفس الحكي. انت اعطيني مهله يومين ثلاثه وانا واذا ناوي تاخذ برأي مال الشام فاسمح لي اقول لك عمي ابو طالب انا ما بقبل تبقى بدون خلفه. طب خليني اكمل كلامي. دك يا اخي اسمع شو في براس عمك ابو طالب، ليش بصلتك محروقه؟ يا جماعه القصه مبينه مثل عين الشمس، انا مالي رضيان اظلم حدا معي. بترجاكم؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصبر.